دعنا نشاهد وإياك وأيضا الأخ بلال خطاب الرئيس جمال عبد الناصر عندما وصل إلى مدينة تعز وأعلن ضرورة رحيل المستعمر البريطاني، وتحدث وخطب خطبته الشهيرة أو خطابه الشهير: فلترفع فلتأخذ عصاها على بريطانيا أن تأخذ عصاها وترحل من عدن، أن تأخذ عصاها وترحل من الجنوب. نشاهد وإياكم. الشعب اليمني أقوى، عدن أقوى من بريطانيا. لابد أن تحمل عصاها وتخرج من عدن، لابد أن تحمل عصاها وتخرج من الجنوب، لأن عدن على دولة.